السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. يا رب يكون الجميع بخير، ويوم جديد وبداية جديدة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طبعا هتكون بدايتنا إن شاء الله هنتكلم اللي هو على شحن النباتات. اللهم لك الحمد والشكر، نعمة من الله كبيرة جدا. أنا بشحن أحيانا لمناطق المملكة، هذه نعمة من الله. اللي حبيت أنوه لي إنه الناس تستهون يعني في موضوع الشحن، يفكر إنه كده بيجيله، ما بيفكر في التغليف كيف بيكون في المواصلات، إنه أنا أنطلق من متجري من هنا لحد مكتب الشحن، ما بيفكر هو إنه بياخد أولا مني وقت، ثانيا بياخد مني مجهود، ثالثا بياخد مني يعني بنزين، وعندك هذا الكرتون وتكفيلته وكل حاجة. اللهم لك الحمد والشكر، أنا بسوي عروض، فالأجمع طبيعي إنه الإنسان بيدور وبيستغل هذا الشيء. فبيعلم الله إنه أنا بحاول جاهدا أوصل هذا الشيء سليم معافى، ولكن أنا في نفس الوقت كمان لازم أدور على فائدتي. فأحيانا بيعلم الله إنه أنا بتساعد مع الناس في حكاية الشحن، وبحاول أغلفه زي ما أنتوا شايفين. شوفوا تغليفته بالذات، هذه البيلة أوراقها تتكسر، خايف عليها ومحتاس كيف أنه أقفلها. جبنا لها ورق أهو ولصق زي ما أنتوا شايفين، وغلفناها بهذه الطريقة وحطيناها بهذه الطريقة النايمة. وعندنا هذه اللي هي المونستيرا، والتانية بنحط صحون. يعني أنا لما بيكون الصحن عندي مليان زي كذا ما عندي مشكلة، ما أخاف على الكرتون في الشحن، لكن لما يكون فاضي الكرتون بدي الطريقة هو أكتر شيء يخوفني في الشحن، تبدأ تتقلب النباتات داخل الكرتون هذا. مع أني يعني ما الله أكون صريح حريص جدا في حكاية شركة الشحن، بقول لهم خلوه هذا من الأعلى، ودائما بخلي الكراثين أهو واضحة فيها أسهم من الأعلى. وإن شاء الله قبل كل شيء يعلم الله كذلك بقول أودعتها في حفظ الله وبتوصل سليم الحمد لله. لكن هي النقطة اللي حبيت أوصلها، إنه حكاية التغليف هذا وحكاية إنه ننطلق من متجري إلى مكتب الشحن، والوقت اللي أنا بأخذه والمجهود اللي أنا بأخذه، في البعض بلاش نقول الأغلب ما بقدر هذا الشيء. فلما بتيجي بتقول له كذا يقولك ليه بيستغلي، وهو جالس في مكانه ما شاء الله تبارك الله مرتاح، ويبغى شغلة توصل له هو مرتاح، وما يبغى يدفع أقل يعني تكاليف. فهذا الموضوع صعب. الله يعطيكم ألف عافية، حبيت أوضح لكم هذه النقطة، وإن شاء الله الجميع في خدمتكم وتحت أمركم، وشكرا لكم.